طيب ايه كمان ممكن نتعلق بيه؟ الناس. برضو طبيعي ان احنا نحب الناس، وطبيعي ان احنا نعيش في وسطهم ونبقى مبسوطين، انما ما توصلش ان اتعب لو سبتهم او قعدت لوحدي اتخانق. لا، كده وصلنا للمرض اللي هو التعلق. طيب ايه السبب يا جماعة في الناس اللي متعلقة بالناس؟ الاحساس بعدم الامان هو ده السبب. وهتلاقي بقى الاعراض اللي بتظهر عليهم، يعني ان هما بيتقبلوا الاهانة وتقول لك اصل انا بسامح، وتبقى بوشين، يعني تقعد معاكي بوش وتقعد مع واحدة تانية بوش تاني، هي بتحاول ان هي تتأقلم ومع اللي قدامها عشان يحبها وتعمل علاقة حب ما بينهم. هي تعبانة وعندها الموضوع ده مشكلة، ولو كانت فهمت حقيقة الدنيا وان الدنيا فيها اخطار، الدنيا فيها حاجات صعبة، انما ربنا معانا، ما كانتش حصلت المشكلة دي. فبالتالي العلاج هو الثقة في الله، وان هو قادر على حل كل مشاكلك، وان الناس دي مجرد سبب ممكن ربنا يستخدمهم او ما يستخدمهمش. يعني ممكن ربنا يصلح لك حالك كده من غير تدخل اي حد. برضو اتصالحي برضو مع نفسك، وحاولي تتعرفي عليها من جديد، وحطي لك كده هدف للنفس دي حافظي عليها، و يعني عارفة انتي صاحبي نفسك. ممكن في ناس بتتعلق برضو بصحابهم جامد، خصوصا في سن المراهقة، الأولاد بيحبوا أصحابهم أكتر ما بيحبوا أهاليهم. بصي، الصداقة من أجمل العلاقات فعلا، وبتهون علينا متاعب الحياة، مفيش فيها كلام. لكن برضو ما توصلش إنها تبقى حالة مرضية، وإن إحنا نتعلق بيهم ونتعذب بيهم، وممكن ننحرف عن ديننا ومعتقداتنا عشانهم، أو أغير مبادئي عشانهم. لأ، كده دخلنا بقى في التعلق بالأصدقاء. طيب إيه بقى السبب اللي بيخلي الناس تعمل كده؟ هو الخوف من الوحدة وعدم وجود هدف بيشغل القلب، والشخص ده مش مصاحب نفسه، مش عارف يصاحب نفسه، مش عارف يقضي وقته. في ناس كده على فكرة، يعني في ناس بتعرف تستثمر وقتها على فكرة، كل دي بتعرف تستثمرها. وفي ناس بتبقى تايهة كده، قاعدة فاضية كده، مش عارف تعمل إيه. فهم في الغالب النوع ده من الناس هم اللي بيرتبطوا بالأصدقاء جدا. لكن لو عرفتي يعني انك تصاحبي نفسك وتعملي لك هدف، صدقيني هيبقى علاقتك بأصحابك علاقة أجمل، لأن لما بتوصل للتعلق هتحصل بقى مشاكل جامدة جدا، وتحصل وساوس ويحصل قلق. فإيه العلاج؟ إن احنا نتعلم حقيقة الصداقة، وإن هم بشر ممكن يغلطوا، وممكن يختاروا نفسهم أحياناً، وممكن ما يقوموش بالدور المطلوب احيانا برضو. يعني خليكي واقعية، ما تطلبيش منهم حاجات صعبة، لكن تعلقك بيخليكي تطلبي منهم حاجات صعبة عليهم. طيب وفي ناس تانية بقى بتتعلق بالصحة، وبرضو عادي ان انا اكون محتاجة صحة كويسة واعيش لغاية ما اموت كده بصحة كويسة. لكن لما الإنسان بيخاف من الموت، بيخاف من المرض وبيخاف من الموت، بتبتدي بقى يحصل تعلق بالصحة، فهتبتدي تظهر الوساوس، لأن دي هتبقى نقطة ضعف عندك والشيطان هيشتغلك. كان إيه العلاج بقى؟ وكان إيه الصح؟ إن أنت تتقبلي بشريتك، وإن أنت مخلوق ضعيف، وممكن تمرضي وممكن تخفي وممكن تموتي، وكلهم زي بعض. إزاي بقى؟ هتجيبي الصحة للمرض؟ والله كلهم زي بعض. ايه رأيك بقى؟ ازاي؟ بصي، اللي بيدي طعم الحياة هو ربنا سبحانه وتعالى، فالمريض بيبقى ربنا معاه، فبيشعر بلذة، بيشعر بطمأنينة، بيشعر براحة. سدي مهما الألم يزيد عليه، يقعد يتعذب كده ويتألم يتألم يتألم، وبعدين ربنا بيفك عنه شوية الألم، وفيها استكانة كده للنفس، ما تخافيش منه. هو انت لما بتشوفي حد مريض انت بتنزعجي جدا، بس عشان انت اللي شايفه، مش انت المبتلية. انما المريض ربنا بينزل عليه السكينة وبينزل عليه الرحمة. يكون هو لو بيعاني بزيادة فهو بقى مش صابر، لان يا جماعة الصبر ده علاج، والله علاج. يعني انا مش بقولك ما تتعالجيش، بس فعلا الاغراض بتقل، الألم بيقل،
صدقيني اصبري على اي حاجة، وهي ده علاجنا، علاج لكل امراضنا يا جماعة وكل احتياجاتنا الصبر. والشخص ده محتاج انه يقرأ عن الموت وانه مش وحش قوي، وتقبلي بقى مراحل الحياة. مفيش بقى حاجة اسمها يا ريت الشباب يعود يوما والكلام ده، لا لا لا، هي كل مرحلة سنية ليها جمالها. والعاقل يعني يقول مش عايز ارجع يوم، مش ارجع مرحلة، مش عايز ارجع يوم خطوة لورا، ده العاقل. انما سفيه العقل هو اللي عايز يرجع لمرحلة الشباب ومرحلة قلة الوعي ومرحلة الجهل ومرحلة السفه. ازاي يعني؟ المفروض ان انت كل ما بتكبري ادراكك ووعيك بيزيد، فبتبتدي تشوفي حاجات ما كنتش شايفاها قبل كده، تفهمي حاجات ما كنتش فاهمها قبل كده. انما اذا كان فهمك ومعرفتك زادك الم، يبقى انت فاهمه غلط. خدي بالك من الحته دي. فاللي بتحس بالالم يا جماعه صدقيني انت فاهمه غلط، محتاجه انك انت تشوفي الفكره الغلط اللي عندك وتصلحيها. في ناس بتتعلق بالسعادة، وبرضو عادي ان انا اكون عايزة اعيش مبسوطة في الحياة، لكن ما تبقاش هدف بقى، ما تبقاش ليل نهار عمالة بفكر ازاي اكون سعيدة واجيب بقى كتب كيف اكون سعيدة والكلام ده. طب ايه اللي بيخلي الناس تعمل كده؟ هو الطمع. الطمع يعني ايه؟ يعني عجبتني السعادة وعجبني الشعور ده وعايزة منه المزيد. امال كان هو ايه الصح؟ الصح انك انت ما تطلبيش المزيد. يعني ايه؟ سيبي فترات السعادة تعدي، تفهمة؟ اسمحي لها تعدي، خلاص هي عايز تمشي خلاص تمشي خلاص، وبعدين هيجي وراها الألم، ماشي اسمحي له برضو يعدي، تقبليه عادي عشان يعدي، وبعدين هتيجي تاني سعادة، يلا ماشي حلو عشنا لحظات جميلة، هتمشي، سيبيها تعدي، ما تتعلقيش بيها، ما تتمسكيش بيها، ما تقوليش يا ريت يا ريت القعدة الطول، يا ريتني ما كنت مشيت من المكان ده، يا ريتني كنت عايشة فيه على طول. والله وهم وشيطان. ازاي؟ والله لو قعدت في المكان ده يعني اسبوع كمان لا تكرهي عيشتك. صدقيني ابدا، السعادة ده احساس وقتي، مفيش سبب بيجلب السعادة. السعادة دي عارفة عاملة زي ايه؟ زي حاسة التذوق. يقولك الأكل أما بتحطيه بقك هي الثانية اللي بيعدي فيها من اللسان دي خلصت، بعد كده هو ملوش أي طعم ولا ليه أي لازمة ولا أنت بتحسي بيه، خش في المريء وخش بعد كده في المعدة ويتهضم، حاسة بحاجة مش حاسة بحاجة، هو كده. السعادة ده شعور وقتي، ما ترتبطيش بيه، ما تتعلقيش بيه، سيبيها تمشي، سيبي اللحظة الحلوة تمشي، مش ما تمسكيش فيها. طيب ايه الاعراض بقى اللي ممكن، اعراض المرض ده خطيره جدا، هتسبب بقى الانسان الانانيه ويبقى شغله الشاغل البحث عن الرفاهيه ويتمحور حول الذات، شفتي بقى بتعملك مشكله كبيره جدا. وبرضو العلاج ان هو يتقبل طبيعته الانسانيه وطبيعه البشر وطبيعه الحياه، ان هي طبيعتها كده يوم حلو ويوم مر، وان الانسان يدرب نفسه على القناعه ويعلم نفسه ان مصدر السعادة مش موجود في الدنيا يا جماعة. السعادة دي احنا بندوق منها مش بناخدها، عارفة انت تدوقي، هي دي تدوقي، انما تعيش السعادة لا، ده في الجنة. فما تتعلقيش بشيء زائل وهي السعادة، عشان كده يبقى انت كده يعني عارفة انت تعلقتي، دمرت نفسك، تعلقتي بشيء زائل مش موجود، صعب وجوده، أسبابه ممكن تكون مش متوفرة، وحتى إذا توفرت برضو ما بنجيبش سعادة. والدليل إن كل اللي احنا نفسنا فيه ده في ناس حققته وسابته وانتحرت. التعلق بالمال ده برضو أمر طبيعي، احنا بنحب الفلوس مفيش فيها كلام، فلوس مهمة خلاص. إنما لما الإنسان يخاف من الفقر هيبتدي يتعلق بالمال بقى هنا، يعني سبب التعلق بالمال هو الخوف من الفقر، وتبتدي بقى تظهر عليه الاعراض بقى، انه يبخل بقى، وبتبتدي بقى يخش بقى في انه يعصي ربنا بقى في ايه، وياكل حقوق الناس وحاجات بقى، ويعمل مشاكل بسبب المرض ده. وكان العلاج بتاعه ايه؟ يعرف ان المال ليس حلا للفقر. امال ايه حل الفقر؟ في حل الفقر الزهد والاستغناء وقصر الامل. عارفه انت لما تقولي طز، كنت محتاجه عربيه اوصل بيها اولادي للمدرسه، مش متاحه، طز لعله خيرا،
كنت هتعب نفسي وراحة جاية أنا اللي بسوق وأصحى الصبح بدري وأنا اللي اتبهدل في السواقة. دلوقتي الحمد لله ربنا سهلها لي وجاب لي حد يوصلهم ويجيبهم. شفتي؟ فعلاج الفقر ليس المال، علاج الفقر الزهد. الاستقرار برضو كل ده شعور طبيعي عندنا كلنا، بس لازم برضو ما نتعلقش بيه، ونعرف ان الاحداث الجميلة دايما بتحصل بعد عدم استقرار. يعني ايه؟ يعني نقلق، نتوتر، نغير من مكان لمكان، نغير من شغل لشغل، وبعدين نكتشف ان يا ده الاحسن ان احنا عزلنا، الاحسن ان احنا سيبنا المدرسة دي، احسن ان احنا سيبنا الشغل ده، الاحسن ان احنا فاهمة. الاستقرار برضو ليه اضراره على فكرة على النفس، خلاص؟ فما تتعلقيش بالاستقرار، وسببه هو الخوف من المستقبل. الاحداث القادمه مخوفاكي، عشان كده انت بتحبي الاستقرار، بس مش نوصل لدرجه التعلق بيه، لان دوت بيسبب ايه بقى؟ بيسبب الذل والخنوع والسلبيه والشلل التام والشعور بالعجز وعدم الاقدام في اي موضوع، بتخافي تاخدي اي قرار، ودايما بتبقي انت واخده مكان رد الفعل، يعني مشلولة تماما. فده هيؤدي ليه؟ هيؤدي انك انت هتستخدمي، يعني ما كنتش انت ليكي القرار في حياتك، فعرفي انك انت يعني في اخر تاني هيستخدمك. هيستخدمك ليه بقى؟ هيستخدمك لمصلحته، فمشكلة. فطيب العلاج ايه بقى؟ تتقبلي الحياة وتواجهيها وتصلحي فيها وتكوني مقدمة فيها. طب ما انا ما بقدرش وبخاف، يبقى انت علاجك تعرفي ربنا اكتر واقري عنه اكتر. محتاجه انت تتعلمي عن ربنا اكتر، وتتعلمي التوكل، وتتعلمي الدعاء، وتتعلمي التوسل، وقرأي في الحاجات دي. ما تقوليش انا عارفه، لا ما تقوليش كده، عندك نقص في العلم، ما عندكيش معلومه او عندك شبهه هتحصل لك المشكله دي. فانت محتاجه لو عندك شبهه تعالجيها في الموضوع ده، او لو عندك معلومه ناقصه تتعلميها. الحياة الغامضة، شايفها غامضة دي مش مخيفة قوي بالدرجة اللي الشيطان بيصورها لك على فكرة، لان برضو الشيطان لما بيلاحظ الحتة دي فيكي بيبتدي يعني يخوفك بزيادة، ويحط لك بقى صورة مرعبة عشان يخليكي تقفي في مكانك وتتشلي كده في ايه، في المكان اللي انت فيه. طيب التعلق بالجنس برضو شعور، ده طبيعي، شعور طبيعي، الرغبة في الجنس ده شعور طبيعي، ما تلوميش نفسك أبدا عليها، ده هو ربنا خلقتنا كده. زي ما بنجوع ونحتاج ناكل برضو بنحتاج الجنس. بعض الناس بقى تبتدي تتعلق بالموضوع ده وبتمارسه بإفراط، وبتبتدي طبعا تتجاوز الحدود اللي ربنا حاططها في الموضوع ده، وتغلط، وتبتدي تبقى في أثار سلبية للكلام دوت، يعني مشاهدة الحاجات ديت أو ممارستها بطريقة غلط بتحصل مشاكل من وراها كبيرة. طيب إيه الناس دول يا جماعة اللي بيحبوا العلاقة دي قوي وبيمارسوها بإفراط؟ سببه فقد الرغبة في الحياة، يعني عايزين يسكروا، يعني عايزين يغيبوا عن الوعي، فهم بيستخدموا الجنس ده كوسيلة للهروب من الحياة والانغماس في الشهوات. طب وإيه علاج الناس دول يا جماعة؟ علاجهم إن هم برضو يتقبلوا الدنيا وما يهربوش من أحزانها، لكن يحاولوا يعالجوا، والعلاج بيسبقوا علم، يعني تعلمي وعالجي، تعلمي وعالجي واصبري، تعلمي وعالجي واصبري. لو مسكتي كل قضايا في حياتك بالطريقة دي انت هتبقي أحسن. وبرضو التعلق بالراحة، كلنا برضو بنحتاج نستريح، بناخد بريك شوية، خلاص. لكن ما يبقاش هدف حياة ان انا مش عايزة ابذل اي مجهود، مش عايزة اقوم بمسؤولياتي، عايزة تاني قاعدة كده، عايزة اعمل ولا حاجة، عايزة مش عارفة افضي دماغي، عايزة ما اعملش حاجة. بتحب انت الاحساس ده؟ طيب ايه السبب يا جماعة في الكلام ده؟ السبب انه الحرص على النفس، انت حريصة على نفسك، بتشوفي ان العمل ارهاق والتفكير مرض هيجيب لك المرض، ودي نظرة غلط، بس هي دي طريقة تفكيرهم. طيب ايه الاعراض بقى اللي ممكن تصيب الانسان اللي عايز يتن وعايش في منطقة الراحة دي؟ هيبقى متردد وكسلان ومفيش اقدام، ودايما بتختار الاسهل، فاهمة؟ دايما المسؤوليات متراكمة عليها، ما بتلحقش تخلص اللي وراها،
انتي فاهمة ازاي؟ فطبعا دوت بيزود المشكلة اكتر. وكان العلاج ايه بقى؟ ان هي تعرف ان هي بالطريقة دي برضو يعني اللي حواليها مش هيسكتوا لها، اب او ام او زوج او حتى مدير في الشغل مش هيسكت لك، فانتي هتتنك طول عمرك شخصية مهانة ومحطوطة برضو في خطة احدهم، وبرضو هتشتغلي وبرضو هتقومي بالدور ده، بس هيبقى غصب عنك، هتتحولي من انسانة حرة اما أبية ربنا خلقها ليها مديها الكرامة إلى جارية بتساق كالغنم. فشفت بقى التعلق مضر إزاي؟ طب آخر حاجة بقى، إيه أحوال الناس في التعامل مع الاحتياجات؟ في ناس لما بيبقى عندها احتياج هتعمل كل اللي بتعرض قدامها، كل احتياجاتها بتعملها، وهتتنازل عن كل مبادئها وهتتجاوز كل حدودها اللي ربنا حطها لها، وهم دول بقى الناس ايه الأنانية اللي ماتت قلوبهم، وهم دول اللي ربنا قال عليهم الظالمين لأنفسهم. وفي نوع تاني لا، هيختار حاجات ويسيب حاجات، برضو عنده مبادئ يعني مش بينفذها كلها بس مش بيخسرها كلها، هتلبي بعض احتياجاتها وتمنع بعض احتياجاتها، ودول المقصرين يعني في الطاعة والمقصرين في مسؤوليتهم، وهم دول ربنا قال عليهم المقتصدين. وفي ناس تانية بقى، دول بقى المتعلقين بالله اللي بيستمدوا قوتهم من الله، وعلمهم بالله مخليهم بيعرضوا كل احتياجاتهم عليه باستمرار، دائمين اللجوء إلى الله. فإذا وافق احتياجاتهم دي وافقت إرادة الله، ويعني ما خلفتش إرادة ربنا سبحانه وتعالى، أخدوه، وإن تعارض تركوه من غير تردد. ليه؟ لأن هم عندهم حب لربنا جامد جدا، قلوبهم متعلقة بالله، ما تعرفش تحب حاجة حرام. على فكرة هي لما توصلي للمرحلة دي مش هتعرفي تحب الحرام، كل ما هو حرام هتكرهيه، مش هيبقى فيه صعوبة أبدا في انك انت تطيع ربنا. وهم دول بقى اللهم اجعل منهم السابقين. في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ايه هو بقى الفضل الكبير؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اللهم اجعلنا من اللي يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا من رب. ونكمل مرة جاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.